أنجزت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة إجراءات تسليم دفعة جديدة من المعدات والآلات الزراعية الحديثة لجمعية مزارعي القمح ضمن برنامج دعم المزارع الإنتاجية في إمارة الشارقة. ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة نحو التوسع في دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المزارع الإنتاجية في الإمارة، ولا سيما فيما يتعلق بمزارع إنتاج القمح، أنجزت الدائرة إجراءات تسليم دفعة جديدة من المعدات والآلات الزراعية الحديثة إلى جمعية مزارعي القمح لأغراض الحراثة وبذر الحبوب والحصاد، وذلك ضمن برنامج دعم المزارع الإنتاجية في إمارة الشارقة لتمكينهم من الاعتماد على أفضل التقنيات الزراعية والأدوات التكنولوجية العالمية المتقدمة وضمن أعلى معايير السلامة الغذائية. وتعزز هذه المعدات آليات العمل ضمن عملية حرث وتنظيف الأرض المستهدف زراعتها، إذ تعتبر عملية أساسية وهامة بهدف التخلص من بقايا المحصول السابق أو الحشائش الضارة، ويتبع ذلك عملية تهيئة الأرض أو المهد المناسب لوضع البذور قبل البدء في الزراعة، ويتم ذلك باستخدام معدات مخصصة لهذا الغرض، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وتكاليف الأيدي العاملة، كما يضمن صلاحية التربة وجاهزيتها للزراعة بشكل تام، في حين تقوم معدات البذر أو النثر بغرس هذه البذور في المهد المخصص لها دون حدوث أي هدر أو ضياع فيها، مع ضمان التوزيع المناسب لها في مواضعها المخصصة في التربة. هذا ويجري العمل بصورة مكثفة لتنفيذ متطلبات المشروع الاستراتيجي النوعي الذي تنفذه إمارة الشارقة، مشروع القمح، والذي يستهدف تعزيز الأمن الغذائي المستدام لسكان الإمارة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي للغذاء والحبوب ومن ضمنها القمح، ليصب ذلك كله في تنمية القطاع الزراعي وصولاً إلى دعم اقتصاد الإمارة وناتجها المحلي.